بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت خدنا السوبر وعرفنا السوبر بتعمل ايه وماشية ازاي، مفيش اي مشكلة. الفيديو ده هيكون فيديو بسيط، انا عامله مخصوص على حاجة اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي الاوفر رايد. الاوفر رايد لو عندنا بيرنت فيها فانكشن وعندك كذا كلاس وارث منه، فانت بتعمل اوفر رايد عشان تستخدم نفس الكلاس بنفس الاسم ونفس الريتيرن ده طيب ونفس كل حاجه، بس الاختلاف في الامبلمنتيشن، الاختلاف في كود اللي هيتنفذ. طبعا المفروض انا كنت قبل ما اشرحها اقول لكم ان دي الحاجه دي اللي اسمها الاوفر رايد، دي اسمها طريقه البوليمورفيزم. طريقه ايه؟ البوليمورفيزم، لان في الانترفيو ممكن يسألك سؤال يقول لك في الاو بي ايه هي البوليمورفيزم، فانت البوليمورفيزم ما خدتهاش. الاوفررايد هي بالظبط البوليمورفيزم. لو انت رحت على جوجل ترانسليت كتبت بوليمورفيزم هتطلع لك الترجمه بتاعتها تعدد الاشكال. يعني ايه تعدد الاشكال؟ يعني انت عندك شكل فانكشن موجود في البيرنت ثابت اهو، بتعمل عليه اوفررايد بنفس الشكل، لكن اختلاف ايه؟ اختلاف امبلمنتيشن، اختلاف الكود اللي هيتنفذ. وهنا كذلك اذا الاشكال ايه فيها متعدده اهي، شكل اهو شكل اهو شكل اهو بنفس الاسم ونفس الريتيرن ده طيب اهو. اذا تاخد بالك ان الكونسيبت ده اسمه بوليمورفيزم او الاوفر رايد، تمام؟ الاثنين واحد عشان الايه الموضوع ما يبقاش معاك صعب وتسمع كلمه البوليمورفيزم ما تعرفهاش. لا، البوليمورفيزم هو الاوفر رايد، والبوليمورفيزم معناه تعدد الاشكال. خد بالك من الكونسيبت ده، لان الكونسيبت ده يعني بنسبه كبيره ممكن تسال فيه لو انت شخص جونيور، يعني لسه مبتدئ هيتسال فيه ان شاء الله. اتمنى يا جماعه يكون فيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.